التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استشهد صحفي فلسطيني وأصيب آخرون فجر اليوم في غارة إسرائيلية على مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي، مما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 21,000 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55,000 مصاب وآلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من الفلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله، وذلك بعد أن دهمت منازلهم وفتشتها. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدتي قصرى وبيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي مدينة قلقلية اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام المحكمة العدل الدولية في لاهاي. وشددت الوزارة على أن إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعية، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة. وطلبت الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية سرعة الاستجابة إلى طلب جنوب أفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال إصدار قرار بوقف العدوان وإطلاق النار. قالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أقر صفقة محتملة لبيع بنادق M107 والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار. وأضاف البنتاغون أن الوزير بلينكين حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة. أدانت وزارة الخارجية السودانية بأقوى العبارات عمليات النهب التي قامت بها قوات الدعم السريع في مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة، والاستيلاء على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية كانت مخصصة لمساعدة النازحين من الاشتباكات. وجددت الوزارة الدعوة للمجتمع الدولي لتجاوز مرحلة الإدانات اللفظية لممارسات قوات الدعم السريع واتخاذ خطوات فعالة لمواجهتها. وأشارت إلى ما أوضحه برنامج الغذاء العالمي من أن هذه المواد الغذائية المنهوبة تكفي لإطعام أكثر من 1.5 مليون من المواطنين المتضررين، إلى جانب ما تسبب فيه هجوم قوات الدعم السريع على مدن وقرى ولاية الجزيرة وتشريد مئات الآلاف من المواطنين والنازحين. أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود تعليق عمليتهما في ولاية الجزيرة بالسودان بعد تعرض منشأتهما للنهب. وأوضح برنامج الأغذية العالمية أنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في ولاية الجزيرة بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر. فيما أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن مجمعها في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة تعرض لهجوم مسلح في 19 ديسمبر الجاري، وتم سرقة سيارتين ومحتويات أخرى. ويهدد وقف برنامج الأغذية العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود عملياتهما بتفاقم الأزمة الإنسانية للاشتباكات التي تدور في السودان منذ أكثر من 8 أشهر. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.